أسئلة موضوعية يعني. نعم كلها موضوعية وكلها من خلال الإفادات. نعم لأن والله السيد المدعي العام أكثرها هاي أنا ما حاكيها. أنا أقول للسيد القاضي وأحلف يمين أنا هاي ما حاكيها. لا تحلف يمين بابا، ما حد يحلفك يمين، أنت متهم. السيد القاضي يكون على ثقة أكثر، هذا الحكي أنا ما حاكي. زين شنو مصير زوج خالتك؟ إيه وخالتك شبيهم؟ رجعوا لبيتهم بعدين؟ وانا ايش بدري اني رجعوا وما رجعوا؟ اولا هم من اهل الدجيل يعني، من خالتك وزوج خالتك من اهل الدجيل، انا نازل بعد عنهم ساعه. نعم ما عرفت مصير يعني؟ من اخذوهم ما ادري الا ورا شهرين. نعم يلا ادري. نعم من اخذوهم ما ادري. ما رجعوا بعدين؟ ما ادري رجعوا وما رجعوا، ما ادري. ما تعرف؟ نعم شكرا سيد رئيس المحكمة. عندكم شيء محدد؟ نعم نعم، المحكمة المحترمة، أفاد الشاهد أن تم إيصاله في تاريخ الحادث للفرقة الحزبية بواسطة الضابط. دقيقة خلي اسمع، تقرب من الميكروفون حتى تسمع. تم إيصالك إلى الفرقة الحزبية بواسطة أحد الضباط. نطلب من المتهم تبيين هوية الضابط، هل هو ضابط مخابرات أم أمن أو جيش؟ ضابط توفى وراح الله يرحمه. هويته مش معرف أنا بهويته شنو. زين شلون تمكن انه تعرفه؟ نجمات هنا ومن اهل الدجيل. دقيقه بابا دسمع، وين كان يشتغل هذا الضابط؟ وين كان؟ ما اعرف وين يشتغل. ضابط من دجيل لو من خارج الدجيل؟ هو سكن بغداد يعني بس. عندك شيء؟ عندك كلمه اخرى؟ انا اريد المشتكين علي. هسا أنت عندك كلمة إضافية تقولها للمحكمة؟ قولها سيد القاضي. أريد المشتكين علي لوش، أريد المشتكين علي. أنا بريء. إيه بعدين من تصدر الحكم؟ إيه